أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب مواضع الافتخار بالأربعة الكبار، أتكلم اليوم عن السيدة فاطمة الزهراء، السيدة فاطمة البتول أم أبيها رضي الله عنها وعن أبيها. أولا، نسبها، اسمها ونسبها وألقابها ومولدها ومكانتها. هي من أهل الكساء وأهل العباء الأربعة، وهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وسيدنا الحسن رضي الله عنه، وسيدنا الحسين رضي الله عنه، وعن آل بيت رسول الله جميعا وعنا بهم. ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعنا بها قبل المبعث بسنوات خمس، أي في العام العاشر من زواج الأمين صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ في سن 35. قد نشأت الوليدة المباركة في عطف أبويها الكريمين وتجليل من أخواتها البنات الثلاث، خاصة زينب كبراهن التي حضنتها مكان أمها الجليلة في تربيتها. وشاء الله أن يموت شقيقها القاسم عبد الله قبل البعث. وكان الأمين قد ضم إليه ابن عمه علي بن أبي طالب ليخفف عن كاهل عمه بعض النفقة، إذ كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يكبر فاطمة بنحو 4 سنوات، فاتخذته أخا لها، وصرها منه أنه أول من آمن من الصبيان، مما دل على عقل راشد وقلب طاهر ثابت. وكانت شبيهة بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أم أبيها كما يقولون بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها، إذ كانت تتولى النبي صلى الله عليه وسلم وتولى شؤونه. وكانت فاطمة صغرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهن إليه، حتى سمعوه يقول لها يوما: إن الله ليرضى رضاك ويغضب لغضبك. وهي من الأربع الكاملات في النساء كما جاء في الحديث الشريف. وتقول فيها السيدة عائشة: أحسبوا لهذه المرأة فضلا على النساء، فإذا هي واحدة منهن فعلا. وذلك عندما دخلت السيدة فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، فأصر إليها فبكت، ثم أصر إليها فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألتها السيدة عائشة عن ذلك، فأخبرت أنه أصر إليها في المرة الأولى، فقال: إن جبريل كان يعرض القرآن في كل سنة مرة، وأنه عرضني هذا العام مرتين، وما أراه إلا وقد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت. فقال لها: ألا ترضين يا فاطمة أن تكون سيدة نساء العالمين؟ فضحكت رضي الله عنها. وهذا لا يتعارض مع ورد بالقرآن الكريم من أن الله تعالى اصطفى مريم على نساء العالمين. فاصطفاء مريم إنما هو على نساء زمانها، واصطفاء فاطمة على جميع النساء. ثانيا، زواجها بالإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. لما بلغت الزهراء رضي الله عنها 18 من عمرها، خطبها أبو بكر وعمر، فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما، وقال له كل منهما: إنها صغيرة وأنتظر بها القضاء، كما جاء في سنن النسائي. فقال عمر بعد ذلك: أنت لها يا علي. فقال علي: ما لي من شيء إلا درعي أرهنها. فزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء، وكان ذلك في شهر رجب من السنة الأولى للهجرة، وقيل أنه كان بعد الهجرة وبعد غزوة بدر. وكان علي رضي الله عنه في نحو 22 من عمره، وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة طويلة في جمع من كبار الصحابة،
وبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم من الأنصار. قال فيها: يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني زوجتكما على 4 مثقال فضة. فقال علي: رضيت يا رسول الله. وخر ساجدا لله شكرا لله تبارك وتعالى. فلما رفع رأسه قال له الرسول: بارك الله لكما وعليكما وأسعد جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد أخرج منهما الكثير الطيب. وأذن بالله لصلاة العشاء، وصلى الرسول بالمسلمين في المسجد، ثم مشى إلى دار علي حيث دعا بماء يقرأ عليه بعد أي الذكر الحكيم، ثم أمر العروسين أن يشربا منه، وتوضأ بالباقي ونثره على رأسيهما وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. ثم انصرف. وكان جهاز العروس بسيطا جدا، ليس فيه إلا سرير ووسادة من جلد حشوها ليف، وإناء يغسل منه، وسقاء ومنخل ومنشفة، وقدح ورحوين وقربتين للماء. وكانت عيشة السيدة الزهراء في مسكنها عيشة الكفاف كعيشة أبيها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مثل أخواتها زينب وأم كلثوم ورقية، فقد تزوجوا بأزواج أغنياء، وكانت عيشتهم روضة. ولقد وجه الزوجين الكريمين فاطمة وعلي في التقوى والاستواح بنفحات الملأ الأعلى العوض عن متاع الدنيا الذي تلهى به عامة الناس. فلما زارها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوما وجدها تطحن بالرحى وعليها كساء من وبر، فبكى وقال لها: تجرعي يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. ولا عجب في ذلك، قد رب الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أيها النبي، قل لأزواجك وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولهن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والمثل في الزهد في الدنيا، وهو أن تتركها من قلبك وهي في يدك. ولقد شاركت الزهراء أسرتها في الحصار الظالم في شعب أبي طالب، كما هاجرت مع أختها أم كلثوم للمدينة المنورة، وصحبت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، وكانت تضمد جراحهم وتقوم على خدمتهم وتسقي الشهداء وهم يحتضرون، لا تبغي بذلك إلا رضاء الله تبارك وتعالى. كما شاهدت فتح مكة أيضا، ومع ذلك لما رجع أبوها من إحدى الغزوات الظافرة بغنائم وسبايا كثيرة واستحيت أن تطلب خادما لها، فقام بذلك زوجها علي، فأجابه صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيكما وأدعى أهل الصفة تتلوى بطونهم، ولا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيع وأنفق عليهم الثمن. إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم طيب خاطرهما وقال: يا فاطمة، إذا أتيت مضجعك فسبحي 33 واحملي 33 وكبري 34 فتلك 100 هي خير لك من خادم. فقالت: رضيت عن الله ورسوله. ومع عيشة الكفاف والصبر عليها، فإن الزهراء كانت كريمة تجود بما عندها وتؤثر المحتاجين على نفسها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، حتى نزل فيها وفي زوجها قول الله تعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذلك كما جاء في تفسيرها أن الحسن والحسين مريضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من الصحابة، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك. فنظر علي وفاطمة وفضة وكيا جارية لهما صوم 3 أيام إن برئ الحسن والحسين، فشفاهم الله تبارك وتعالى وما معهم من شيء. فاستقرض علي 3 أصابع من شعير، فطحنت السيدة فاطمة صاعا يفطر عليه أول يوم،
فأخفى عليه المسكين فآثروه وباتوا ولم يدركوا إلا الماء، وأصبحوا صياما، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أشيخ ففعلوا مثل ذلك. فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة وهذه الآيات وقال: خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنو بعطف على الزهراء وزوجها كثيرا، قد كان يزورهما عند صلاة الصبح كل يوم ويأخذ بعضا في الباب ويقول: السلام عليكم أهل البيت، ويقول الصلاة ثلاث مرات: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين، ثم يثني بفاطمة رضي الله عنها، ثم يأتي بيوت نسائه بعد ذلك، قد كانت الزهراء وزوجها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أهم مشكلة كادت تقع بينها وبين زوجها أنها سمعت أن زوجها علي يهم بالزواج من بنت عمرو بن هشام المخزومي أبو جهل لعنه الله، بعد أن أسلمت وبايعت النبي وخطت عنه خوفا عليها من الفتنة في دينها، وكانت عدد الزواج مألوفا عند العرب كما أن الشرع لا يأباه، ولكنها ذهبت إلى أبيها باكية وقالت له: يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. فغضب النبي وصعد المنبر وقال: على مسمع من الحاضرين، إن بني هاشم بن المغيرة سأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا إذن لهم ثم لا إذن لهم ثم لا إذن لهم إلا أن يجيب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما يرى بها ويؤذيني ما آذاها، وأراني أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن الله لا يجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في بيت واحد أبدا. فلما سمع علي رضي الله عنه ذلك رجع لداره ورأى فاطمة فاعتذر إليها وقائلا: هبيني أخطأت في حقك يا فاطمة، فأنت أهل العفو والمغفرة. فأجابته: غفر الله لك يا ابن العم، وما أعظم هذه النفوس الكريمة التي تحلى بها سادتنا آل البيت المحمدي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أحب إليك، ابنته الزهراء أم زوجها علي؟ فأجاب في ابتسام ورباقة: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. ثالثا، السيدة فاطمة الزهراء في فلك السياسة، والذي حمل السيدة فاطمة على الدخول في السياسة اعتقادها في أن زوجها الإمام علي رضي الله عنه أحق بالخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك طائفة من الصحابة الصالحين. فلما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه رأت أن تطالب بحق زوجها كما تعتقد، وترد الخلافة إلى آل البيت رضي الله عنهم جميعا، ولا تألو جهدا في ذلك. وحملها الإمام علي رضي الله عنه على دابة وخرج بها ليلا تطيبا لخاطرها، فطافت بمجالس الأنصار مجلسا مجلسا تسألهم أن يؤيدوا أبا الحسن في حقه الذي ترى أنهم جحدوا. فأجابوا جميعا: يا بنت رسول الله، قد مدت بيعتنا لأبي بكر، وإن زوجك وابن عمك لو سبق إلينا لما عدلنا به أحد. بعث الإمام علي قائلا: أفكنت أدعو رسول الله في بيته لا أغسله ولا أدفنه وأخرج أنازع في سلطانه؟ وكانت الزهراء ترد عليهم: صنع أبو الحسن ما ينبغي، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. قد جاء في رواية البيهقي أن أبي بكر حينما صعد المنبر نظر في وجوه القوم ولم يرى الزبير، فدعا الزبير فجاءه فقال: كنت ابن عم رسول الله وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله وخنته على ابنته، أردت أن أتشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه. والحق أن غضب الزبير وعلي لم يكن إلا عتابا، لأنهما لم يدخلوا في المشورة على الخليفة مع إيمانهم بأن أبا بكر الصديق أحق الناس بها، ولكن عليا وافق زوجته فاطمة على رأيها تطيبا لخاطرها بعد فقد أبيها، وأنه عقد العزم ألا
أغضبها بعد حادثة الزواج من بنت أبي جهل التي لم تحرص. كذلك حصل من فاطمة رضي الله عنها عتاب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق مراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما سمعه عن رسول الله أنه قال نحن في الحديث ما معناه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فحسبها وغيرها من أزواجه وعمه عن المرأة. رابعا موت الزهراء رضي الله عنها. فما أسرع ما تحقق قوله صلى الله عليه وسلم فإنها أول أهل بيته لحوقا به. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تمضي أكثر من ستة شهور، وفي يوم الاثنين الثاني من رمضان 11 هجرة عانقت أهلها الإمام علي زوجها والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أبنائها ومنعت عينيها منهم، ثم دعت أم رافع مولاة أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت لها بصوت منخفض يا أمه يا اسكبي علي غسلا، واغتسلت أحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست ثيابا جديدة لها، ثم قالت قد اغتسلت فلا يكشف لي أحدا كفنا، ثم قالت أم رافع اجعلي فراشي في وسط البيت. فلما فعلت أم رافع ذلك اتضعت عليه السيدة فاطمة الزهراء واستقبلت القبلة وتهيأت للقاء ربها الفرحق بأبيها صلى الله عليه وآله وسلم في دار النعيم، وتبسمت ولم تطل متبسمة بعد وفاة أبيها إلا ساعتها، ثم غمضت عينيها وأسلمت روحها ببائها. وقام زوجها الإمام علي فاحتملها باكيا ودفنها بالبقيع، ثم ودعها وعاد إلى صغاره محزونا، ودفنت ليلا حسب وصيتها كما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخاطب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دفنها فقال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة إلى جوارك والسريعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أنني في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعذر. خامسا قالوا عنها بعد وفاتها. يقول العلامة العقاد تعقيبا على وفاة الزهراء رضي الله عنها في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون كأنما هي آية الله فيما خلق من ذكر أو أنثى. فإذا تقدست في المسيحية مريم العذراء ففي الإسلام لا جرم أن تتقدس صورة فاطمة البتول فاطمة الزهراء. ويقول الشاعر العبقري الباكستاني محمد إقبال فيما ترجم عنه إلى العربية نسب المسيح نبي لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يشتق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ وهي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها صلى الله عليه وسلم. هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الشعوب اتروح هداها، ورحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها، ولا حرج فاطمة بسورتها الأتى، تاج يفوق الشمس عند ضحاها، في روح فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها، حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها، وحسين في الأحرار والأبرار ما أزكى شمائله وما أنداها، هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. رضي الله عن سيدة فاطمة الزهراء وعن آل بيت رسول الله جميعا وعنا بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.